أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور أصلي الله من كل قلبي أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة هذه الحلقة راح تكون خاصة مميزة ومهمة كتير كتير لحياتك اليوم راح تستفيد منها روحيا ولسيما سنلقي الضوء على موضوع في غاية الأهمية وأنا بصلي من كل قلبي أن الله يتلامس معك اليوم وفعلا هذه الحلقة تكون حلقة تاريخية مصرية في حياتك اليوم كلمة الله بتعلم ليكن نور فكان نور ففعلا من كل قلبي بصلي أنه هذا الضوء ينير في حياتك حتى تستقبل رسالة المسيح وتلتقي مع شخص مميز شخص فريد لا مثيل له له القدرة أن يكتب اسمك في سفر الحياة ابقوا معي أعزائي المشاهدين سأعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي مره اخرى الى برنامج ليكن نور تشاهدون هذه الحلقه على القناه الفضائيه قناه الحياه وموضوع هذه الحلقه هو موضوع كتاب بعنوان قول صريح في من هو المسيح وهذا الكتاب طبعا مؤلف هذا الكتاب هو اللي راح يكون ضيف لهذه الحلقة القس يعقوب عماري مرة أخرى الكتاب قول صريح في من هو المسيح. القسيس يعقوب هو خادم للإنجيل وقسيس وأيضا مؤلف كتب وكتابات ومقالات كثيرة شرف وامتياز إنك تكون معنا في هذا البرنامج أهلا وسهلا قسيس يعقوب. أشكرك أخ نزار أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وأنا بتابعك في برامجك ومعجب جدا في ما تقدم واسمح لي أن أرحب اشاركك في بالترحيب في كل المشاهدين والمشاهدات أثق أن البعض منهم بيعرفنا وربما كانوا مستمعين لبرامج إذاعية كنت أريحة من إذاعة حول العالم من خلال موجات مونتي في السابق ربنا يباركك وانا بصلي يباركك اهلا وسهلا آه قسيس اللي <applause> لفت انتباهي بصراحه نعم. واعجبت ب... بعنوان الكتاب قول صريح في من هو المسيح انت وانا بنعرف يعني مهما كتبنا او تكلمنا عن شخصيه المسيح نحتاج لمجلدات صحيح. ونحتاج الى برامج كثيره حتى نغطي شخصيه هذا الشخص الرائع الفذ الفريد لكن اللي لفت انتباهي شو السبب انك كتبت هذا العنوان في موضوع هذا الكتاب الواقع اخي نزار انا خدمت في اذاعه حول العالم لمده 16 سنه واستقبلت عشرات الالوف من الرسائل من كل الدول العربيه وحتى بعض الدول غير العربية من الناطقين بالعربية خلال المراسلات مع المستمعين لاحظت في شغلة هامة أن البعض مش عارف شخصية المسيح وبيتساءل وكل حلقة والثانية ألاحظ نفس الإشارة فقلت لازم يكون في توضيح لهالناس فتثقل قلبي بان اخذ موضوع يتحدث عن الوهيه المسيح. من هو المسيح ولماذا جاء ما هي رساله المسيح للعالم هل هو مجرد نبي مثل الانبياء لكن فيه ميزات تختلف لذلك اخترت ان يكون هذا الكتاب في هذا البحث اكيد وحتى بس للمشاهدين يعني بيتكلم الكتاب عن تساؤلات اساسيه بعدين من هو النبي الذي انبا عنه موسى بالتوراه وبيتكلم عن لماذا بيتكلم عن اسماء المسيح بيتكلم عن الرب عن الالوهيه عن الصلب عن القيامه وهكذا من الموضوعات الاساسيه عن هذه الشخصيه المباركه شخص ربنا يسوع المسيح انا طبعا كنت عاوز اسالك اكثر في موضوع اللاهوت لكن خليني لو هيك بطريقه تسلسليه باجوبه اللي تكون يعني للمشاهد يمكن البعض اللي بيشاهدنا ما بيعرف كثير عن شخصيه المسيح او عنده معلومات مغلوطة أو أفكار خاطئة عن شخصية المسيح فالغرض من هذه الحلقة هو إلقاء الضوء على هذا الموضوع حتى نعرف شخصية المسيح خلينا نبتدي من فكرة الولادة لماذا ولد المسيح من عذراء نعم هناك ميزات في المسيح منها الولادة العذراوية أنا بتسأل يعني المسيح لما ولد كان في رجال وكان في نساء وكان العالم مليان بالرجال والنساء وكان ممكن ان يولد من تزاوج رجل بامراه لكن لماذا ولد هو لوحده من دون العالم من عذراء فهل الله بيصنع معجزه بلا هدف؟ لابد من يكون فيها يعني ما لازم إحنا بس نقول انها معجزه وبس يعني في في غرض الله قصده في ولادته من من عذراء م. وهذا الغرض كان باختصار لكي ما ياتي المسيح لا من طبيعه البشر الساقطه م. ما هو ابن ادم من ابوين ارضيين م. حتى يكون طاهر طهاره مطلقه ليستطيع ان ان يفدي البشريه، صار هو حمل الله المذبوح من أجل خطايا العالم والذبيح يجب أن يكون طاهر خالي من كل عيب فالمسيح ولد لم يرث خطية آدم التي يرثها كل إنسان في هذا الوجود عن طريق طبعا التزاوج رجل وامرأة نعم. فهو مولود المرأة حبل بي طبعا بالروح القدس نعم. والذي يأتي من فوق نعم. هو فوق الجميع نعم فالمسيح جاء من السماء وحل ضيف في أحشاء العذراء وولد منها للعالم وعاش بيننا كإنسان حتى وصل إلى إلى سن الثلاثين عام وهناك قبل أن يتحمل فدى البشرية بموته على الصليب وطبعا مثل ما بنذكر دائما أنه في غرض وفي هدف لولادة المسيح وإحنا على فكرة في القانون الإيمان المسيح منقول مولود غير يعني مخلوق يعني المسيح ولد فعلا من القديسة مريم العذراء فعلا ولد في بيت لحم في مكان متواضع وفعلا أنه جاء من السماء مش عن طريق رجل حتى ما يتورث أو يحمل الطبيعة الخطاء مثل أي إنسان نعم. طبعا لكن كمان شيء بيميز اللي هو اكيد يعني التتميم للنبوات لكن سؤال ليه لماذا يعني ولد لتتميم النبوات الانبياء كل الانبياء اللي سبقوا المسيح انبؤوا عن 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 ميلاده عن شخصيته عن هويته عن معجزاته عن صلبه عن موته عن قيامته كل الانبياء تحدثوا بمجموع ما تحدثوا به وصفوا حياه المسيح قبل ان يولد بمئات والاف السنين. فيعني لذلك القارئ المشاهد الان عليه إنه, انه يقرا الكتاب المقدس، يقرا الانجيل. الانجيل موجود في اي مكان ممكن يقرأ ويطلع عليه. العظة على الجبل في الاصحاح خمسه وسته وسبعه. من انجيل متى بتعطيه فكره رائعه عن عن الشخصيه العظيمه اللي اللي تذهل العالم بميلاده العذراوي بمعجزاته الخارقة التي لا يصلحها سوى الله بأقواله الرائعة اللي ما يمكن لأي نبي أن ينطق بها لما يقول أنا هو الطريق والحق والحياة أي أنا هو الصراط الذي تنشدون انا انا الطريق انا الحق انا الحياه فلازم نقرا الكتاب شو اللي بيمنع انه واحد يمسك الانجيل ويقراه من غير المسيحيين يطلع لماذا نبقى محصورين على على بس بمعلومات اللي احنا تعلمناها من اهلنا و لازم لازم نطلع على نفحص الأهل. الكتب ها. والمسيح قال فتشوا الكتب لانكم ها. تظنون ان لكم فيها حياه ابديه وهي التي تشهد لي قسيس يعقوب انت من ضمن حديثك لاحظت انك ذكرت معجزات المسيح وان المعجزات هي بتميز خدمه المسيح وطبعا مصداقيه لدعوته السؤال لماذا المعجزات وشو اللي بيميزها عن مثلا انبياء اللي عملوا معجزات في القديم المعجزات بتميز المسيح انه هو الخالق هو هو صانع المعجزات لما لما بيخلق لواحد مولود اعمى ويضع طين يجبل طين من ريق فمه ويضع على عينيه ويقول له اذهب اغتسل ويذهب الاعمى هذا يغتسل ويرجع يعني فرجينا هنا بيعرفنا الكتاب انه هذا خالق خلق بيعيد لنا فكرة لما الله خلق آدم من جبل التراب فهو خلق له عينين وهذا دليل على لهوته مم. وطبعا يعني هو أكيد عمل معجزات أكثر من هيك اللي بتبين طبعا. نواحي عديدة من لهوت أو تفوق يسوع المسيح خلينا أوجه سؤال طالما كمان حكينا شوي عن التجسد أو يعني معجزة التجسد ميلاد المسيح له تأثير خاص وله ميزة خاصة شو اللي جعل هذا الميلاد يكون مميز يعني أنه مثلا عدد مستخدم مثلا بعد الميلاد قبل الميلاد ليه؟ ليه المسيح بالتحديد؟ مش مش شخصية تانية ليش ليش هو يعني ليش ليه بالتحديد يسوع؟ حتى يحمل خطية العالم ما يعني لما لما هو ولد هيك ولادة حامل رسالة وهي الرسالة هي فدى البشرية فهو جاء لغرض معين ولازم يظهر بين الناس كإنسان حتى يستطيع أن يتحمل الموت موت الصليب وطبعا لما نقول على الصليب في كتير أحباء اللي بينكروا فكرة الصلب وبينكروا القيامة فليه الصليب وليه القيامة الصليب لي يعني فداء هو ذبح هو الذبح العظيم اللي اللي مثل لما ابراهيم ابونا ابراهيم راح يقدم ابنه وبالتالي الله قال له ارفع يدك وطلع نظر واذا في كبش قريب من بالغابه قدمه عن عن ابنه فالمسيح انا اذكر مره كان عندي شيخ صديق لي اعزه وسالته قلت له يا شيخنا ليش في القرآن ذكر بذبح عظيم ليش أطلق كلمة عظيم على حيوان قال لي لأنه هذا الذبح العظيم هذا الخروف اللي ذبحه أبونا إبراهيم نزل عليه من السماء قلت بالضبط هذا هو المسيح الذي نزل من السماء حتى يفدي البشرية كما فدى الكبش فدى ابن إبراهيم إسحاق وطبعا يوحنا المعمدان قال هو ذا حمد حمد الله الذي يرفع خطية العالم نعم. طب كيف نوضح فكرة الصلب والقيام لأشخاص بيسمعوا الرسالة لأول مرة قسيس يعقوب لازم اللي بده يستفيد من الفكرة يعرف أن الإنسان مولود بالخطية الإنسان مجبول بالخطية وهي الخطية ورثناها من أبونا آدم مم. كل الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله فنحن بحاجه الى من يكون اقوى منا يفدينا يطهرنا ينقينا ما بنقينا الا الفداء والله من اول خطيه سقط فيها ادم ذبح لهم ذبح وكفر عن خطيه ادم وحواء بالدم فصار ضروري الدم اللي يكون فيه التكفير عن الخطايا فالصلب تم حتى يسيل دم يسوع المسيح ويكفر عن خطايا كل من يقبل هذه الفديه التي قدمها وهل فعلا انتهت حياه المسيح بهذا الموت فقط؟ نعم الكتاب واضح وصريح ان المسيح مات على الصليب وسلم الروح م. ودفن وفي اليوم الثالث قام ورأوه التلاميذ وكان صار يظهر لهم ظهورات متعدده لمده أربعين يوم يظهر لهم وطبيعته اختلفت صار صار ممجد ما عادش الانسان اللي اللي بيعرفوه بالاول وبعد نهايه 40 يوم صعد معهم الى الى جبل الزيتون وفي وضح النهار وهو عم بباركهم بيوصيهم اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالانجيل اي بشروا بالانجيل م. للعالم اجمع وهم عم بيطلعوا عليه رفع يديه فوقهم وارتفع ابتدى يرتفع 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 قدامهم وهم بينظروا في وضح من النهار مش في خيالهم ولكن بعد قليل جاء ملاكين وقالوا لهم انتم ليه عم تتطلعوا هيك على السماء يعني مذهولين يسوع اللي صعد الى السماء هكذا كما رايتموه سياتي ايضا كما رايتموه من السماء والمسيح سياتي مره ثانيه لكي يخط في الكنيسه ويصعد بشعبه إلى إلى السماء وهذا إلى لسؤال كثير مهم وكمان مهم في الشرق الأوسط أنه كيف انتشرت دعوة المسيح أو البشارة بالمسيح مثل ما ذكرت بدون سلاح نعم نعم المسيح رب السلام سموه رسول سلام نادى قال أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم صلوا لاجل الذين يضطهدونكم ويطردونكم يعني انا انا يعني تساءلت مع نفسي طيب المسيح ب رساله السلام اللي جاء فيها كيف انتشرت المسيحيه حتى اخذت قارات بكاملها بي بي اوروبا كلها امريكا الشماليه امريكا الجنوبيه استراليا اجزاء كثيره من 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 اسيا ما دعم رسالته لسيف ولا رمح ولا غزوات حتى امير الشعراء قال لا غزوه ولا يعني ذكر انه انتشرت رساله المسيح امير الشعراء تقصد احمد شوقي احمد شوقي انتشرت رسالته بلا بلا غزو بلا بلا قوه تدعم وتساعد على نشر عقيدته لان الناس كان تقبلوا رساله المحبه اللي جاء فيها المسيح واخذوها في لقلوبهم وتغيرت حياتهم والناس اللي حواليهم شافوا التغيير في حياتهم ورغبوا في هذا وهكذا انتشرت من واحد لواحد لو لواحد بدون قوه سلاح وبدون تخويف ولا وعيد ولا. وانت طبعا ذكرت انه سيعود ثانيه وهذا كمان بميز شخصيه المسيح انا بالفقره الجاي راح اسالك على موضوع لاهوت المسيح ولا سيما هذا الموضوع في كثير عم بعاند او بيرفض هذه الفكره فرح اعطيك فرصه وانا بعطي كمان فرصه لكل مشاهد اذا الموضوع عم بثير اي تساؤل في داخلك او في ذهنك بنحب من نسمع منك وطبعا بعد هذا الفاصل رح ناخذ كمان شيء خمس عشر دقائق نتكلم عن لاهوت المسيح والخطوط رح تكون مفتوحه معي القس يعقوب عماري من الاردن كاتب ومؤلف له مؤلفات كثيره ومن ضمن المؤلفات قول صريح في من هو المسيح ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين معنا القس يعقوب عماري وحديثنا في هذه الحلقه عن اعظم شخصيه يسوع المسيح بالكتاب اللي كتبه القس يعقوب قول صريح في من هو المسيح وعلى فكره الناس فيها تطلب هذا الكتاب وان شاء الله عن قريب راح نحط الكتاب على الالكتروني في السايت بتاع نور لجميع الامم بحيث الناس ممكن تقرا هذا الكتاب طبعا نعم. بعد سماح منك وبعد اذنك نعم اكيد اكيد قسيس يعقوب بمجد الله نعم كنت عاوز اسالك طبعا موضوع اللاهوت، لاهوت المسيح وهذا طبعا جزء مهم من العقيده المسيحيه لكن كثير من الناس لا تستسيغ هذا الموضوع او هذا الحديث، فإحنا دائما نتكلم عن يسوع بنتكلم عنه كابن الله او الله الظاهر في الجسد فما هي الدلائل للاهوت المسيح من كلمه الله نعم المسيح فيه علامات الوهيه كثيره لقارئ الكتاب المقدس قارئ الانجيل يلاحظها ويتوقف عندها منها انه المسيح كان غافر الخطايا غافر الخطايا قال للمريض حضروا اربع رجال حاملين مريض مشلول كان في زحمه على الباب ما قدروش يدخلوا نقبوا السطح ودلوا المريض على على حرام والمسيح قال له مغفوره لك خطاياك اليهود اللي كانوا موجودين قالوا مين هذا اللي بيغفر الخطايا؟ فهو اعترض المسيح عليهم قال لهم اي اصلح ان اي اقوى ان يقال مغفوره لك خطاياك ولا قم واحمل سريرك وامشي بعدين قال قم واحمل سريرك وامشي اثبت انه هو القادر ان يشفيه اثبت انه هو قادر ايضا ان يغفر الخطايا غفران الخطايا لا يجوز الا من الله الله اللي بيغفر الخطايا مش الانسان فالمسيح كان بيغفر الخطايا وفي هناك حوادث كثيره له في ذلك ثم هو مقيم الموتى أقام ابن أرملة اثنين امرأة أرملة مسكينة فقدت زوجها وبعد سنين ابنها الوحداني كان مرض أيضا ومات وجاءوا الشباب وحملوا الميت وذهبين فيه إلى المقبرة والأم تصرخ وراء أم ابنها بدموع ويعني لأنه ما عاد إلى رجع حصل ان المسيح كما هو عارف رد هو مرتب الامور هاي التقى موكب المسيح مع موكب الجنازه موكب الحياه مع موكب الموت ومسك أشر للحاملين النعش ولمس النعش ونزلوه على الارض وقال بالاول راح للام وقال لها لا تبكي صعب كيف تقول لام لا تبكي وابنها محمول لكن رجع على الميت وقال أيها الشاب لك أقول قم ما قال بإذن الله لأنه هو صاحب القرار هو الخالق هو الله الذي ظهر في الجسد مثل ما ظهر مثل ما تجلى الله في شجرة قدام موسى النبي في سينا وكلم الله كلم موسى وسلم النبوة وكانت الشجرة هي الحجاب اللي من وراها كان الله بيكلم موسى المسيح ايضا هو الله ظهر في هيئه الجسد فجسد المسيح كان هو الغطاء اللي من وراه كان الله يتكلم فهو مقيم الموتى يقول اليازجي كانت رجال الله تحيي ميتا بصلاتها ودعائها المتقدم ونراه يحيي الميتين بامره فهو الإله ومن تشكك يندمي وطبعا أقام العازر اللي مات وأقامه بعد أربعة أيام يعني ماتوا أنت لكن المسيح أقامه وطبعا الإبنة اللي عمرها 12 سنة أقامها يا نعم معجزات عدة معجزات كان فيها المسيح والأخير أعظم معجزة كانت أقام نفسه نعم. بعد أن أدى الفدية على الصليب هو من ذاته أقام نفسه من القبر وعاش أربعين يوم مع التلاميذ حتى يأكد لهم الحقيقة وفي نهاية الأربعين يوم صعد إلى السماء أمام عيونهم أنت ذكرت غافر الخطايا مقيم الموتى إيش في دلائل أو علامات؟ كمان عالم بالخفيات أجت الإمرأة السامرية إلى البير كان المسيح موجود هناك عند البير والتلاميذ راحوا يشتروا طعام وجاءت السامرية ومحى السطل تاعها أو الجرة والدلو وقال لها أعطيني ممكن أعطيني أشرب قالت له كيف بتكلمني أنا سامرية وأنت يهود وإحنا واليهود والسامريين ما بيأكل ما بياكلوا ما بيشربوا ما بيتعاملوا مع بعض فقال لها لو كنت تعلمين من هو اللي بيقول لك أعطيني أشرب لطلبت أنت منه نعم ماء اللي الماء الذي أعطيه أنا من يشرب منه لا يعطش إلى الأبد وكان تكلم الروحيات أخذوا عطى معها بالتالي قالت له يا أرى أنك نبي أنا بسمع أن المسيح بده يجي ليكون، فقال لها أنا هو راحت تركض إلى إلى السامرة ونادت شعبها كثيرين منهم أجوا وسمعوا كلامه لكن هو قال لما 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 قالت له وهي بتحاور معه قال لها اذهبي ادعي زوجك وتعالي قالت له ما عندي زوج قال لها أنت قلت بصدق لانه كان لك اربع ازواج خمسه وال والخامس هذا مش زوجك ايوه فقالت له يعني هنا هي ذهلت انه كيف بتعرف الماضي اه فهو عالم الـ الـ الخفايا زكى العشار في اريحه مدينه اريحه بيسمع عن المسيح وبتمنى لو يشوفه وكان المسيح موجود في اريحه والجموع حول حول المسيح مكتظه فأجا زكي, زكى قصير ما قدرش بين الناس لكن شاف الاتجاه اتجاه الموكب متجه بطريق معين وفي شجرة هناك ركض هو وتعمشق كما يقول بالدارج أتسلق على الشجرة حتى يشوف المسبس بدي يمتع نظره طلب أوكي. ان يرى آآ يسوع آآ فلما المسيح اجى صار قريب من الشجره قال له يا زكى اسرع وانزل لأن اليوم بدي اكون معك في بيتك بيعرف اسمه نعم عمره ما التقى معه هذا ذهل قفز من الشجره واخذ المسيح على بيته وضيفه عنده وهناك قال امن بالمسيح والمسيح قال اليوم حصل خلاص لهذا البيت أه المسيح أه يعني عالم عارف شو هي السامريه وعارف زكا أه راح نكمل في لاهوت المسيح لانه كتير مهم بس اسمح لي اخذ مكالمه او اثنين وبنرجع نستمر في الموضوع خليني اخذ المكالمه الاولى من آه وارث آه من الشرق الاوسط اهل وريث اهلا وسهلا اخ وريث انت معنا على الهوا تفضل أخ وريث أنت معانا على السكايب تفضل حبيبي. الأخ وريث أهلا وسهلا فيك. ألو أهلا وسهلا تفضل أخ وريث. أيوه أنا معك ألو أنا أنت معانا على الهوا أي أنا معك ألو تفضل أنت معك معانا على الهوا وريث أنت سامعني؟ طيب رح اطلب آه تضبطوا الصوت ويرجع آه مره ثانيه لم اسمع شيء آه انا سامعك اخ تفضل الو اخ آه اهلا وسهلا فيك الو طيب آه انا هيا. سامعه بس هو مش سامعني خليني اخذ مكالمة ثانية آه نهال اهلا وسهلا فيك انت معنا على الهواء الو مساء الخير يا حضره القسيس مساء الخيرات أنا بشكرك وبشكر حضره الاسيس يعقوب وانا شايفه انه حضرتك مهتم اكتر من حلقه بتقديم عن شخصية المسيح وأنا مش قادرة ألومك لأنه من أهم المواضيع وده مش عن تعصب بجد لكن بقول أنه شخصية السيد المسيح شغلت أفكار وعقول معظم الناس لأكثر من ألفين سنة لدرجة أن شخصيته قسمت التاريخ وأصبحنا نقول ما قبل المسيح وما بعد المسيح لا. فأنا عايزة ألمس بس مشكلة معينة وخليني أقول اتهام بيوجه إلينا كمسيحيين أننا نؤله الإنسان يعني المسيح عند أخواننا المسلمين أنه مجرد نبي إنسان عادي فإحنا بنؤله دي تهمة بطلة لأنه الكتاب بيعلمنا أنه الاله صار انسان عظيم ان هو سر التقوى الله ظهر في الجسد فكمان عندي آية بتاعت أنه الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر فدي كلمة أكلم بيها إخواني المسلمين وأنا بشكر حضرتك يا الأسيس يعقوب إنك اتكلمت وإديت أمثلة كثيرة بس دي من الإنجيل اللي هو بين قوسين محرف ليا مثلا أنا كواحدة مشاهدة مسلمة فأنا نفسي أقول ثلاث نقط من بسرعة من القرآن تحتاج لتفكير وهي فعلا عن الوهية عيسى مكتوب عن عيسى نمبر وان ان هو كلمة الله فأنا هنا بسأل كل مشاهد أنا وكلمتي اتنين ولا أنا وكلمتي حاجة واحدة دي أول نقطة محتاجة تفكير نمرة اتنين برضو من القرآن ان كل الأنبياء أخطأوا ما عدا عيسى ابن مريم لم ينخصه الشيطان يعني لم يفعل خطية ومن الذي لم يفعل خطية إلا الله وثالث نقطة وهي الأخيرة إنه في آية بتقول إنه إنه عيسى ابن مريم سيأتي ويدين العالمين. وكلنا بنعرف إن الديان هو واحد بس هو الله ولا يعطي مهمته الآخر. ما لم يكون الشخص ده هو الله، فأنا نفسي حضرة الأسيس يعقوب بقى يعني السؤال اللي جالي بصفتي بخدم في وسط المسلمين إنه بتقولوا إن الله عادل ورحيم وأنا مثلاً مسلمة أو من جهوة وبقول إن المسيح أو عيسى ابن مريم هو نبي رائع لكن مش هو الله، فليه الله بقى هيلغي عدله ورحمته ويحاسبني على كده؟ وان كان الشق الثاني من السؤال ان كان ده شيء بيقبل بالايمان والايمان عطيه من الله ليه الله ما يدهنيش <applause> يعني زي ما تقال كده بطلوا بقى تتكلموا عن محبه ورحمه الله لانه دي لا محبه ولا رحمه فنفسي حضرتك بالكتاب اللي كتبته اللي كلام صريح تقدم كلام صريح فعلا لهذه النوعيه من الناس وربنا يبارك طيب شكرا كثير اخت نهال على المداخله الحلوه ربنا يباركك واذا في اي يعني خليني من كل اللي تكلمتوا كثير كلام حلو الاخت نهال خليني اخذ الشيء الاهم او الزبده في الموضوع نتهم اننا نؤله انسان، طبعا لو نؤله انسان هذا تجديف لكن نحن لا نؤله الانسان فكيف الرد يعني على هذا الموضوع؟ نحن لازم نؤمن بكلمه الله الكتاب المقدس في العهد القديم لكن بتقول انه بيقولوا انه محرف الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد بالتوراه والانجيل ذكر صفات المسيح واشار الى المسيح كالرب المتجسد اول شيء لازم نقبل الوحي، ماذا مم. قال الوحي؟ ثم صفات المسيح يعني ما فينا نصفي المسيح كواحد من الانبياء لانه في ميزه ميزات في حي. ولاده من عذراء خلق حافظ عارف الخفيات صلب بالجسد يعني. وقام يعني اقام الموتى يعني لم يعثر عليه شيء مثلا نادى الميت فاستجاب له انتهر الريح العاصفة خاطب البحر على الفور سكت البحر انتهر الأرواح الشريرة فخضعت سلطانه دعا على شجرة التين يبست في الحال كشف للسامرية ماضيها الخفي لم يقل يوم بسم الله اصنع قم أيها الميت ف لازم الاخ غير المسيحي اللي كلهم كلهم نحترمهم اخواننا المسلمين نحترمهم تماما ونحبهم ونصلي من اجلهم ايضا لازم يوقف عند النقاط هاي ويتفكر ويتساءل يا اخي اطلع على الانجيل انا عندي قران لا وطبعا أه يعني باختصار نحن لا نؤله انسان لا لانه هذا تجديف لكن الله اللي اختار ان يعلن عن ذاته مثل ما ذكرت اه بدي اصدق كلمه الله آه هو كلمه الله وانه الله جاء في ملء الزمان نعم. ولد من العذراء مريم ولد في بيت لحم في الجسد لكن طبعا كل الدلائل اللي تكلمت من غفران الخطايا، اقامه الموتى، من اقواله، من اعماله، من آه علمه نعم آه كلها بتدل على لاهوته ايضا وتستوقف القارئ لما انا عايز بس المشاهد انه يعطي نفسه لحظه يمسك الانجيل وما يرتاب حتى لو مسكت حتى كتاب وثني او كتاب ملحد انا لا. ما بتفرق معي يمسك الكتاب يتامل فيه ويلاحظ ويوقف عند النقاط هاي ويتساءل مع نفسه هل يعقل ان هذا الشخص هو مجرد نبي ليش باقي الانبياء مش مثله ليش هو تميز بخروقات يعني ما 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 صارت لاي نبي اخر ولادته من عذراء تتميم النبوات نعم قيامته من الاموات يعني الشخصيه فعلا فريده تعاليمه اقواله حياته الاخلاقيه لم بعد يفعل خطيه بعد في شيء كمان مهم انا عندي عده نقاط اللي تفضل لكن واحده منهم لما ينفتح القلب للمسيح تتغير الحياه نعم أنا بسنة ال 34 فتحت قصدي 54 أنا مولود في ال 34 سنة ال 54 بدي عن عمرك <applause> لأنك بعدك شباب. نعم نعم سنة ال 54 لما سمعت كلمة الله وكنت مسيحي عادي عادي مثل هالمسيحيين بسب وبكذب وبعمل وب عايش الخطية لكن ايش اني محمد وانا ومش... مسيحي ومنتمي للطائفه الفلانيه ومش حي... لكن هذه الحكيمه فسمعت عظه هزت قلبي حسيت اني انا تايه انا ضايع والواعظ قال مين بريد يفتح قلبه المجموعه اللي كانت عم تسمع مم. فوقفت وصليت صلاه مسموعه قلت يا رب ارحمني انا عبدك الخاطئ وسلم قلبي وحياتي سامحني على كل الماضي وانا و... و... من هذا اليوم انا لك يا رب ولحظتها جلست على مقعد الكنيسه بفرح يدفق في قلبي وما زال هذا الفرح والسلام في قلبي من عام 54 حتى هذا الفرح. فاللي بيفتح قلبه للمسيح بيشعر بهذه البركه بالتغيير والسلام العجيب العميق في القلب دليل ان المسيح رب مش مجرد انسان مجرد انسان وقال لهنا فعلا فعلا خليني أرجع للمكالمة مع آه، على السكايب آه، مع وريث آه، أهلا وسهلا وريث أنت معانا على الهوا أهلا وسهلا فيك مساء الخير مساء الخيرات أهلا وسهلا فيك سوري آه، يا أخ وريث ما زبطش الخط أول مرة نشكر الله على كل حال أهلا, أهلا بك حبيبي أحييك وأحيي القس يعقوب أهلا و... وسهلا بك وودي اوصل رساله الى اخواني واحبائي المسلمين اللي اللي كنت انا مسلم سابقا. نعم. ف الاخوه بعض بعضهم القليل اللي يحصل على الكتاب المقدس او انه يغامر على اساس انه يقرا الكتاب المقدس. فاحس على انه بعضهم يأخذ الكتاب يقرا فيه لكي يحصل اخطاء او اغلاط. لكن اذا اخذ هذا الكتاب وحاول انه يقرا ليجد الطريق الحقيقي الى الله فبذلك هو يستوعب ويفهم الكلام اللي فيه فعندنا كان معضله وانا كنت كمسلم عندما كنا نسمع على انه ان المسيحيين يدعوا الله يدعوا ثلاثة الهه وكذا فكنا ما لا نفهم الحقيقه فعندما يأخذ الإنسان الكتاب أنا أنصح أي إنسان مسلم أنه يأخذ الكتاب المقدس ويقرأ الأناجيل ويقرأ من الأول بس في البداية لازم يقرأ الأناجيل مم. أوكي؟ عشان لا. يفهم كلمة الله إشي وما هو المقصود من الثالوث مم. أنا فهمت وأحب أفهم أحبائي المسلمين أن الثالوث المقدس هو الله الأب هو الله والإب انه هو الله والروح القدس هو الله هي ثلاثة اقانيم وهذا كلمة اقنوم هي كلمة لاتينية اقنوم بمعنى متميز او شيء لا يوصف باللغة العربية فعندما نقول ان الله ان المسيح هو الرب وان الروح القدس هو الرب وان الاب هو الرب يعني كلهم اله واحد في جوهر واحد كمان جوهر واحد نعم فبالطريقه هذه يعني كمثل الانسان بالضبط الانسان هو متكون من ثلاثه جسد وروح ونفس ولكن بالنهايه هو شخص واحد فهذا هو الايمان الحقيقي بالنسبه للمسيح الله ف... موجود أو... عفوا <applause> الله <تصفيق> موجود بذاته ناطق بكلمته اللي هو المسيح حي بروحه اللي هو الروح, الروح القدس, القدس. نعم الى واحد نعم نعم فاحب انا اقدم نصيحه لاخواني واحبائي المسلمين كانسان عابر من الاسلام اقول لهم ان الله يريد ان تختار الطريق المؤدي الى الحياه الابديه بينما الشيطان عكس ذلك يريد ان يختار الطريق المؤدي الى الموت الابدي والله لا يرغمك لا يرغم احد على اختيار طريق السماء كما أن الشيطان عكس ذلك تماما لا يستطيع أن يرمك على اختيار طريق جهنم فأنت حر يا أخي المسلم في اختيار المكان الذي تريد أن تقضي الأبدية فيه وعليك إذا أن تقرر الطريق الذي تختاره وتؤكد وتأكد من أنك إن لم تكن قد آمنت بالرب يسوع المسيح مخلصا لك بدمه على الصليب وقيامه من, الـ من, الـ من الأموات فانك سائر في الطريق المؤدي الى جهنم اذا لم تؤمن بذلك. واذا لم تختار الرب يسوع المسيح الان فانك ستواصل طريقك الى جهنم. نعم. وان كنت لا تزال غير مبال باتخاذ قرار حاسم بقبول الرب يسوع المسيح فذلك يعني ويا للاسف انك تختار الموت الابدي وعليه مم. لا تؤجل اختيارك الى الغد. اخي وحبيبي اخوتي واحبائي الذي يسمعوني من المسلمين أنصحكم أنصحكم بأن تقروا الكتاب المقدس بالطريقة الصحيحة لا بطريقة البحث عن أخطاء لأنه قد عجزت العالم عجزت العالم عن خطأ واحد هو الكتاب الوحيد الذي تعرض للفحص والتدقيق ولم يجدوا فيه خطأ واحد لذلك اتفقت عليه اليهودية والمسيحية بأنه برغم أنهم لا يتفقون نعم. وهم يقروا كتاب واحد اللي هو التوراة العهد القديم أخوي وريث أنا فهم. بشكرك من كل قلبي على هذه المداخل الحلوة وعلى هذه الدعوة الصريحة الواضحة مش بس للمسلمين للمسيحيين ولكل مشاهد اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم بشكرك نعم. كثير من كل قلبي نعم. نعم. أخوي نعم وريث أخ... نعم كلمة أخيرة فهم. إذا إذا سمحت لي أنا أؤكد أؤكد وأجزم لكل إنسان باحث عن الطريقة الحقيقة وأنا أؤكد وأجزم لك على أن الله بنفسه سيتجلى ويأتيك ويكلمك ذاتك أمين. يكلمك شخصيا شكرا شكرا جزيلا ربنا يباركك أخ وريث إحنا منحبك ومنصلي من أجلك ربنا يحميك واستمر بالشهادة عن يسوع المسيح ربنا يباركك خليني أخذ مكالمة من هولندا من لورا اهلا وسهلا لورا انت معنا على الهواء هاي بنتي اليوم مساء الخير مساء, الخير الخيرات اهلا وسهلا بك مساء الخير, الخير, الخير بابا يعقوب شكرا بابا <applause> لورا انا سعيد اني اسمع صوتك انا اسعد ابونا انا اسعد انا انا انت فرصة البرنامج المبارك هذا حتى اشهد عن عمل الرب يسوع بحياتي أنا من 20 سنة عرفت الرب يسوع وحصلت لي مشاكل كثيرة في حياتي بس الشيء الوحيد اللي ما ندمان عليه هو أن الرب يسوع صار لي إله مخلص وأب وصديق رفع وطير جروحي وانطاني حياة أبدية وغفر خطاياي وفرحني الشيء الوحيد اللي ما ندمان عليه هو الرب يسوع في حياتي فأنا أدعو كل أخ وأخت مثلنا انه اللي يقرؤون الكتاب المقدس الرب يسوع مو نبي الرب يسوع هو الله فعلا فعلا هذه تجربتي الحقيقيه هو الله الحقيقي اللي تواضع وتجسد ونزل من حتى يخلصنا شو يريد الانسان اكثر من انه ينغفر خطاياه ويكون انت معزي الحياه ويكون ابديه أمين. شو اكثر من هذا؟ انه الانسان يريد انا انا ما اريد اطول عليكم بس بس مقهور على على اهلي وحبايبنا المسلمين اللي يعتقدون انه هو مجرد نبي لا يفوتون الفرصه وكل اللي بيحصل المشاكل بالدنيا تاكد ان الرب يسوع جاي وما في ما في وقت بعد ما في وقت ربنا يباركك عليكم لا 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 بالعكس ربنا يباركك اخت لورا سلمي على الاخت شفاء نعم نعم اوكي شكرا شكرا شكرا, طيب شكراً انت عندك شكراً اولاد معناته في ربنا كل العالم قسيس يعقوب <applause> ربنا يباركك اخت <applause> لورا و ربنا يحميك شكرا كثير لك خليني اخذ فوزيه من الدنمارك اهلا وسهلا اخت فوزيه انت معانا على الهواء اهلا اهلا فيك اهلا سلام الرب معك سلام الرب معك اهلا وسهلا اخت فوزيه تفضلي مع ضيفك الكريم شكرا شكرا انا 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 تعرفني انا صار ايام عابره اني حصه وياكم ربنا <applause> يباركك ولكن انت امنت بالمسيح نعم نعم انا ظهر نعم. لي المسيح من 2002 وقام يظهر لي وقمت اقرا كتابات كتابات الصابئيه كنز ربى اسمه بالعربي وبالايراني اقراه وبعدين يظهر لي يظهر لي وتعمدت في 2011 واتكلم يعني احكي لكل الناس احكي أمين. ولازم الصابعيين يعرفون المسيح هو الرب ويحيي المعمدان ويعني يقولوا يحيى المعمدان وما ما يقولون حياه ابديه ولا اي شيء يقولون ضيعونا وانا افكر كنت افكر يحيى المعمدان هو كل بالكل بس بعدين من يظهر لي المسيح ويظهر لي كثير كثير يعني من سنه 2002 لحد هسه يعني صدقت المسيح هو الرب هو الرب امين هو الرب أبكي, أبكي. ابكي امين شكرا يا اخت فوزيه ابكي يعني ابكي على الناس ما يا حبيبي يا يسوع يا رب يا إيه. صابئين الرب يفتح يفتح عيونكم يعني طلعوني مجنونه طلعوني مع معلش كلنا مجانين معلش يا فوزيه يعني اشياء ثانيه بس صدقوني يعني يسوع المسيح ما يهمني حتى لو يقصون علي حتى لو انذب عن مثل بطرس بولس وبطرس ربنا يباركك يعني فوزيه اسمعيني فوزية ربنا يباركك أخت فوزية ب... بهذا الروح أخت فوزية بهذا الروح استمري بالشهادة عن يسوع المسيح وربنا ربنا يباركك يا أخت فوزية شكرا على تشجيعك ربنا يكون معك ويقويك أنا بشكر رب من أجل يعني سمعنا تشجيع من مسلم للمسلمين نعم. من أخت من الصابئة للصابئين نعم. وسمعنا من بنتك كمان للجميع نعم. وسمعنا لورا. فلورا وإلى آخره فنشكر رب أنه إلهنا فعلا مجدا للرب مجدا للرب كمان انت لاحظ اخ نزار نعم. ان هذول الناس اللي اختبروا الخلاص اختبروا المسيح في كيف الكل... كب... يعني عم تكلموا ببهجه بفرح داعس بنزين على الاخر اللي, اللي غير المسيحي مش عارفه يا لما ينفتح القلب للمسيح بيصير عجب في قلب مم. الانسان في مشاعره في يعني مش قضيه نفسيه قضيه تغيير تغيير مم. في الحياه بعدين الواحد لازم يهتم بأبديته يا اخي ابديتي انا اخليها يعني يا نصيب لا لا لازم طبعاً. اسعى لاتأكد من ان طريقي يعني انا بركبش في باص ومش عارف وين بده يوصلني فلازم افكر كيف بدي اوصل للأبدية السعيده امين امين خلينا ناخذ كمان مكالمه من آه من ابو داود من الولايات المتحده اهلا وسهلا ابو داود آه تفضل سلام انت على الهواء سلام المسيح معكم اخ سلام المسيح اهلا وسهلا تفضل ابو داود على السريع نزار احنا المسيحيين حينما نحاور حوار ادبي بكل محبه محبه اخويه عديمه الرياء نحاور حسب الادله والبراهين إحنا نقول لكافة الأديان ما عدا المسيحية يدرسون تاريخ الأنبياء وصفات المؤدية الانبياء وميزات الانبياء دراسه حرفيه دراسه حرفيه عميقه ومن ثم يدرسون حياه الرب يسوع المسيح دراسه عميقه حرفيه اذا احد الانبياء له هذه الصفات اللي ذكرتموها الرب يبارككم فليطلع على التلفزيون او يطلع يقول النبي الفلاني عمل نفس الامتيازات ونفس الاشياء نعم اللي خلق بها رسول المسيح وصلت المداخله حياة المسيح ويؤمن برسالة الروح القدس وصلت إلى الجميع لا عذر لك أيها الإنسان ربي يبارككم وشكرا ربنا يباركك أبو داود شاف الكل بوعظ اليوم خلاص إحنا نخلي المشاهدين هم اللي دور الوعظ <تكتشف> اهلا وسهلا اخت فريال انت معنا على الهواء الو أخي نزار اهلا وسهلا اهلا بيكي مع يعقوب اهلا بيك اخي نزار أخي زار الأخوة المسلمين يعرفون أن العبادة والسجود فقط لله وحده وابليس لما جاء يجرب حاول ان يجرب الرب يسوع له كل المجد قال له للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد نعم. والرب يسوع المسيح قبل السجود من تلاميذه لما سجدوا له معنى هذا انه قبل العباده معنى هذا انه الرب يسوع المسيح له كل نفس هو الله بعدين الاخوه المسلمين دائما يسالون اين قال المسيح انا الله الرب يسوع المسيح قال بسنه الطار عن نفسه انه هو الرب في متى اصحاح 21 ايه 3 لما قال للتلميذين روحوا حلوا الاتان الجحش فقال لكما احد فان قال لكما احد شيئا فقولا الرب محتاج, محتاج اليه, إليه نعم. وايضا الرب قال في متى اصحاح سبعه ايه 21 ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات نعم فاكثر من هذا الجميل ايش لا طبعا في ادله كثيرة اخت فريال مثل ما نعم. بتشاهد الحلقات ومثل ما بتعرفي يعني احنا بس اللي حكى اليوم آه، القس يعقوب شيء بسيط جدا من ال... طبعا من الكتاب المقدس لكن موجود في كتابه ايضا انا بشجع انه تقراوا كتابه شكرا كثير اخت فريال ربنا يباركك خليني اخذ مكالمه على السكايب من الشرق الاوسط من الاخ حسن اهلا وسهلا اخ حسن تفضل أهلا مرحبا اهلا وسهلا يا اخ حسن اشكرك اخ نزار حبيبي ربنا يبارك اشكرك اخ نزار واشكر يعقوب عماري لتحت تحت الفرصه شكراً. لكي يعني ودي بشهادتي تفضل يعني س... سيقولون يعني كنت شخص متعصب مسلم ابحث آه، لرفع من مستوى الاسلام وهاجم المسيحيين على طريق الكتابات و والبحث عن اصول المسيحيه في, الـ في, الـ في, الـ في الـ الـ الانترنت لكي يعني و أكتب انها يعني معارض وان دي دي صحيح الدين الصحيح وأخر هو دين الاسلام لكن هذا غير صحيح هذه دراسه يعني بعد دراستي الجامعيه بعدين انهيتها قلت يعني ابحث عن الروحيات واترك الدنيويات و سيبحث عن 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 حقيقه يسوع بالاخص كونه يعني رجل غير مجرى التاريخ يعني بدا التاريخ مع ولادته هو شخصيا هذه الدراسه جعلت مني يعني احاور المسيحيين واشك فيهم وبحث في الانترنت حتى دلني هذا على يعني اخي وحبيبي جوزيف ويعلم جوزيف من كندا يعلم شخصيا اني يعني هاجمته كثيرا من خلال الكتابات والافكار تاره هنا وتاره هناك والخلباطه وأقول له يعني انا شب بكل هذا انا ادعوك انت الى الاسلام. و مره كنت يعني ذاهب الى الدار ومررت اول مره بقرب الكنيسه م. شاهدت هناك ضوضاء واشخاص م. يصرخون اقتربت يعني ناداني الصوت وقال لي اقترب ترى ما ما يعني ما هناك. واقتربت ووجدت بعض الاخوه يصلون يعني بكل محبه وكل تضرع وكل جديه لامراه قد اصابتها شلطه قلبيه ونظرت قلت في قلبي لا مجال لان يعني ان تحيا من شديد ان تعاد الحياه لانها قد ماتت وصلوا صلوا امامي وفجاه يعني أعطاه الرب نسبه حياه شديدة وهذا يعني اقشعر جلدي قلت ناديت احدهم وقلت له ما هؤلاء الاخوه قال لي هذا يعني خدام المسيح يخدمون في هذه الكنيسه دعوهم الجيران وهم مسلمين ايضا مسلمون نعم. دعوا المسيحيين لكي يصلوا من اجلهم يعني هذا يعني شعر دخل قلبي سالت واحد قلت له بماذا يعني ما الذي جعلك على ثقه بان المسيح وهو عندنا رب يعني نبي سيشفيها غير الله المسيح هو اله واعطانا السلطان لكي نحن ايضا نشفي المرضى. نعم قلت له عجيب وذهبت متفكرا بأن في ان القران مجد مجد المسيح انا يعني مسلم ولدت في في بيئه اسلاميه واعرف ان ان الاسلام وان القران الكريم قد دل في كثير من ايات ان المسيح أنه فريد من نوعه كي يخلق نعم آه من الطين كهيئة الطير وله يعني ولادة أه عذرية من فتاة عذرية أخوي حسن وصليت؟ آه أخ حسن نعم آه أنا كثير كثير فرحان آه من إيمانك بالمسيح لكن الوقت أزف آه ممكن أطلب منك طلب أخ حسن إذا ممكن تشارك لأنه عندي كمان سؤالين لك إذا آه ممكن في الأسبوع القادم آه تتواصل معنا حتى أوجه لك سؤال لكن انا بشكر رب من اجلك وتشجيعك كمان وبصلي ان رب يحميك وتكون فعلا شهاده حيه اخ حسن شكرا جزيلا لكن فضلك يعني تواصل معنا مش عارف ابو مهند اهلا وسهلا ابو مهند احنا معنا بس دقيقتين اذا ممكن بنص دقيقه بس تحكي الشيء اللي على قلبك ابو مهند مساء الخير مساء الخيرات تحية محبة للأخ نزار شاهين ابن فلسطين حبيبي والأخ يع... والقس يعقوب عماري ابن الأردن من 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 إنسان فلسطيني المولد أردني الانتماء ربنا يباركك يا أبو مهند. أبو مهند سمعتها قائلة للجالس على العرش والخروف البركه والكرامه والمجد والسلطان الى ابد الابدين آم. هذه كلمه اسمعتها لك في السابق ولكن اريد ان اسمعها الى القس يعقوب عماري طيب آه أن آه ابو مهنة. يسوع المسيح يختلف كل الاختلاف عن كل بني البشر السائرين على هذه الارض في الماضي والحاضر والمستقبل هو إله وإنسان هو الله الكامل كما أنه الإنسان الكامل كانت حياته على الأرض تعكس لاهوته ونسوته الكاملين معك ثاني أبو مهند هو الذي قال عن نفسه أنا خبز الحياة لكنه ابتدى حياته الأرضية بالجوع طيب. قال أيضا أنا ماء الحياة وأنهى حياته عشابا نعم جاء المسيح كإنسان اشبع الان ابو مهند انا يعني اسف جدا لكن انا بشكرك من كل قلبي هاي الكلمات ترجع ترددها معي في الاسبوع القادم كلمه اخيره لك قسيس يعقوب انا اسف إن الوقت ازف انا قلبي حزين على على دقيقة. مسيحيين يعني احنا بنحكي كلام فائده كل الناس اخوتنا المسلمين لغير المسلمين الملحدين لكن المسيحيين يعني المسيحي اللي بس ماخذ من المسيحيه الاسم ومش عايش حياه المسيح، ما بيقراش بالانجيل، ما بيحضرش كنيسه، ما بيسمعش وعظ، يعني ابديته المفروض يهتم، المفروض يفتش، المفروض يراجع نفسه، المفروض يفتح قلبه للمسيح لينال الخلاص، وشوف كيف الناس اللي من غرب وعرفوا الرب وبتمتعوا بالخلاص فعلاً فعلاً ربنا يباركك قسيس يعقوب أنا عارف أنه حاولنا نخوض بموضوع كبير كثير في حلقة صغيرة لكن بشجعك أنك تقرأ الكتاب قول صريح في من هو المسيح بصلي فعلاً أن هذه الحلقة كانت بركة ليك وبشكر كل المتصلين على تشجيعك واهتمامك في هذا البرنامج لكن مثل القس أقول اقبل يسوع وتعال ليسوع الى اللقاء والرب يباركك